الأيمن للحارس أوليفي سوغا الحارس الأساسي لفريق وجوم، والمحاولات من جانب خط الأمامي لفريق القاسم طنيش، سليم الجديد ونفع الجبالي، شقيق عصام الجبالي. تبقى الكرة لمحمد علي نفخة مباشرة إلى الجهة اليسرى، وجيلسون سيلفا إلى أحمد العكيشي. أحمد العكيشي ثم جيلسون سيلفا وأيضا فالتر بيرسا. الكرة لأحمد العكيشي، أحمد العكيشي والنجم الذي الساحل في محاولة هجومية، لكن سوكاريس وألان تراوري من فريق بريست، من أبرز اللاعبين اللي غادروا أسير هذا الموسم. بوكاريس وألان تراوري من فريق بريست، من أبرز اللاعبين اللي غادروا أسير هذا الموسم. أيمن المثلي زوج تدخلات صعبة لحارس النجم الرياضي الساحلي تقريبا في بداية هذا اللقاء، والإعادة بعد قليل هذا التدخل ولمس الكرة باليد إلى محمد أمين العويشاوي، لكن هناك سهيل بن راضي يتدخل ثم أحمد العكي. سهيل بن راضي يرفع الكرة، هناك أحمد العكيشي ومحمد الزوابي، الحوار على الكرة، أحمد العكيشي، أحمد العكيشي، والهدف الثاني، الهدف الثاني من أحمد العكيشي في الدقيقة 32. الدقيقة مطالبة بمخالفة، هذه العملية أكيد عندك الصورة والإعادة. نادر صعبة جدا الحكم عليها، والله نتصور أنه كذا كان ثم مخالفة في هذه الإعادة. هذه الإعادة هنا نادر نتصور أنه ثم مخالفة وتقبل على الحارس. هذا رأي، إذا مانيش فني أكيد هذا رأي كفني مش كحكم طبعا. هذا بالنسبة لرأيك نادر، أكيد الصورة باش نعودوا لها في اكثر تفاصيل ان شاء الله في موعدنا. كانت الكره من حافظ نواس بعد تحضير من بلال بشوش، فرصه جديده للامل الرياضي بحمسوسه، لكن يبقى هجوم الامل العقيم دون نجاحه في اللمسه الاخيره. الكره من ايمن البدايه، على عكس كذلك الامل الرياضي بحمسوسه اللي تقريبا نفس الزيد البشري الموسم الفارض. الكره من احمد العكيشي، ممتازه من احمد العكيشي، والهدف الثالث. ممتاز هذا اللاعب، ممتاز هذا اللاعب احمد العكيشي. كره في العمق وكره اخرى بسرعه، ربما اللقطه ما جاتنيش منذ البدايه، لكن هذه الاعاده المراوغه الاولى ثم التسجيل رغم محاولة محمد الزويبي في البداية انه نضيع فرص هامة. مش اكيد اكيد احنا العديد من اللاعبين اللي بذلوا، يعني لازم ياخذوا الفرصة نتاعهم، لازم ياخذوا. جيد سماش دايد يعطي الكرة الى احمد العكيش، السداد البخاري كما اليوم، يعني لاعب الارتكاز الممتاز اللي انت قلت عليه، يعني اكيد يعني مستقبل كبير لهذا الصعود نتاعه على اليمين. والهجمة المعاكسة كما قاعدين نشاهدوا حاليا، الهجمة المعاكسة للنجم الرياضي الساحلي، ما زالت العملية والكرة دائما النجم الرياضي الساحلي. أحمد العكيشي مع سيدة البخاري، أحمد العكيشي والهدف الرابع، الهدف الرابع من أحمد العكيشي، الثلاثية ممتازة، أول ثلاثية في ينجح فيه صحيح أحمد العكيشي، يعني بسرعة فائقة بثنائية كانت ممتازة العملية. 1-2 أحمد العكيشي سريع، ومحمد الزوابي لا يجد الحل أمام تسديدات ومحاولات أحمد العكيشي. تتغير النتيجة للمرة الرابعة دائما للنجم الرياضي الساحلي. 64 دقيقة لعب، أحمد العكيشي يذكر كيف تنطر السيدات البخاري مخالفة مباشرة للفريق، ورغبة كبيرة في تشريف زي النجمة والإعلام. الكرة لمواسع بساسي، مواسع بساسي ينطلق إلى أحمد العكيشي، هل تكون الرباعية؟ وممتازة من محمد. شاهدوا العملية بالصور البطيئة، تقريبا اقرأ العملية كما يلزم. محمد الزويبي يعرف الزاوية اللي مش سادت فيها أحمد العكيشي، اللي يصوب عادة بالرجل اليسرى شال على مستوى وسط الميدان خصوصا من ناحية الكرة إلى أحمد العكيشي. قبل ذلك نادر يبحث عن مساندة مع مصعب ساسي، هذا أكيد أنه الإمكانيات موجودة، إمكانيات كبيرة في افتكاك الكرة، وخطأ أحمد العكيشي، والهدف الخامس للنجم الرياضي الساحلي والرباعية.
للمرة الثانية محمد الزوابي يخطئ مع محمد العكي احمد العكيشي. محمد الزوابي شاهد العملية والاعادة وسوء تفاهم او خطأ الاساسي صراحة محمد الزوابي. اكيد كان يلزم مباشرة انه يرجع الكرة دون تردد. هذه الاعادة ما عرفش ايش يعمل محمد الزوابي، واحمد العكيشي بسرعة يعني يتابع كل كرة، والهدف الخامس يأتي في الدقيقة 86. بدنيا التسديدة يلزمها عمل بدني وتحليل بدني كبير ياسر. ويبقى مع الفرصة للنجم سي سي لليوسفي قبله كوفانا كزافيي، يقول الكرة العكيشي، العكيشي يسدد وضرب سرعة متاعها. هذه الإعادة العكيشي يفتح زاوية التسديد يسدد، وسليم سيسي تستضيف في الكرة وتدخل توزيع يوزع نفخة في القائمة الثاني، ومحمد أجلاس يقبل العكيشي، مازال الهجوم للنجم. أحمد العكيشي يرفع في الثاني بدوره، والتدخل من محمد الخذاري بوكاري والهدف الثاني، والغاني بوكاري في دقيقة 56. هذه الإعادة التوزيع من العكيشي ترجع من الخذيري، شاكر الزويغي التمرير وينهي مرزوقي. ايمن العيار يقبل صابر خليفه للعكيش، ايمن عبد النور يرفع في القائم الاول، ترجع من احمد العكيشي يا خو سادات بوك. المدرب الوطني جيلسون سيلفا احمد العكيشي، ولا يرجع لجيلسون او لسادات بوخاري، النجم يسترجع الكره عصام شبيلي لاحمد العكيشي. احمد العكيشي يتقدم، احمد العكيشي يدخل داخل مناطق الجزاء، التسديد والهدف الاول لصالح النجم الرياضي الساحلي. الهدف الاول لصالح النجم الرياضي الساحلي في توقيت 27 دقيقه لعب، عن طريق هدف في هذه المباراه لصالح النجم الرياضي الساحلي، هدف مقابل صفر. الاعاده امامكم، احمد العكيشي يراوغ مجدي بن محمد ثم يسدد، يراوغ الحارس يعني، تسديده في الجهه المقابله. هذه الإعادة أمامكم وتسديدة، ترجع من أيمن عبد النور ثم يأخذها اسكندر مجبورة، وأحمد العكيشي، أحمد العكيشي يسدد، أحمد العكيشي والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح النجم الرياضي الساحلي، الهدف الثاني. وأحمد العكيشي قلت يعني أثبت الثنائية لأحمد العكيشي، تسديدة هذه المرة من خارج مناطق الجزاء. احمد العكيشي يضاعف النتيجه بهدف ممتاز جدا، تسديده قويه تقبل الرياضي بالقصرين، يعني زوز انتصارات فقط وزوز تعادلات وثمانيه هزايم بالنسبه لهذا الفريق، بينما سيلفا ثم حاتم البجاوي لاحمد العكيشي. احمد العكيشي تومي اللي قلت اصيب في نهايه الشوط الاول، يصبحوا يعني زوز تغييرات لكل فريق في هذه المباراة. تعود الكرة لصالح الموضوع، وتحاول يعني ربما تنفيذ هذا القرار الهجوم لصالح النجم الرياضي الساحلي. والأحمد المحترف الأولى في الموسم الفارط خالد بن سيسي اليوم في القصرين، لكن يشرف على النجم الرياضي الساحلي في اتجاه مجدي المصراتي مباشرة لأحمد العكيشي. أحمد العكيشي والهجوم خطير لصالح النجم الرياضي الساحلي، امامه مجدي تونيش يوزع الكره، سليم جديد، سليم جديد يحاول، انتهى الوقت المبدد والاعاده امامكم. ذكيه كانت من العكيشي في اتجاه جديد يروض، ولكن يتدخل الدفاع في مره اولى محمد علي سيسي والحارس. خطيره التوزيعه والراسيه الاولى، واحمد العكيشي والحارس ممتاز جدا، الحارس جسم الخلوفي يتالق مره اخرى من اقتحامات الميدان من المسؤولين ومن بنك الاحتياط، وهذه اعاده العمل. ترجع من ايمن العياري، عكيشي، عصام جبالي حاليا ساري قاعد يدور في الكره في وسط الميدان، لكن السرعه تنقصه في النقل الهجمه يخلي التمركز بتاع فريق حمام سوسه. ولون الطريقه الجديده للنجم الساحلي يحكي عليها الجميع، يعني تقريبا اغلب المحللين ان الكرات الاقصار في وسط الميدان والتمريرات، لكن تنجم سلاح ذو حدين كما يقولوا، اذا كان التمريره ما تكونش سريعه فريد يعني تخلي الفريق المنافس يتمركز، وهذا هجوم للنجم وطنبو فيوري. شفنا التوزيع من الجهه اليمين والجهه اليسار، هذيك اغلبيه الاهداف في كره القدم تتسجل من الرواق الايمن والرواق الايسر. بيب مايتي، عكيشي،
عصام الجبالي يمين باعتباره نسيم الجيد لأول مرة.